ظاهرة خطيرة جدا تتفشى في الوسط العربي عامة، احنا بنحكي في المدارس، في المقاهي، في حتى والعياذ بالله حتى في البيوت، يعني بشكل سري هذا الشيء. احنا طبعا هذا الاشي احنا منعارضه انه يتواجد بيننا بالوسط العربي. طبعا هذا الاشي مقلق واشي خطير ويؤدي الى تفكيك وخربطة المجتمع العربي في داخل الفلسطيني. أهل لهم دور كبير، هناك ثلاثة اللي لهم دور كبير وهي العائلة، الأب والأم في داخل البيت، اثنين البلدية، ثلاثة الشرطة. الأهل طبعا لازم يراقبوا أولادهم وين بروحوا وين بيجوا مع مين بقعدوا، روح الولد في الليل مع مين قعدت، يراقب يشوف الوضع. بعدين قبل الرقابة إنه الثقة، انه كل واحد يعطي ولادته الثقه، يكون ثقه متبادله، علشان انه برضه انه يحس الولد انه هو ابوه، هو الوالد كصاحب مش كابوه، انه يخرفه كل شيء، يمسك كل شغائل، كل الامور هاي اللي عنده. البلديه يجب على البلديه انها تعمل رقابه على المدارس، انها تعمل عمليه تفتيش في المدارس لانه الشيء مقلق. وثلاثه الشرطه تقوم بواجبها اتجاه هاي العصابات اللي بتتعامل بالمخدرات، اللي بدها تدمر العقلية العربية وتدمر كل هاي الشباب وتوديهم إلى الهاوية. هيئة تدريسية إلها طبعا إلها دورها الكبير، بيلعب دورها الكبير. أنا كنت في لجنة أباء في مدرسة معينة بدون ذكر اسماء، وهناك كان أمور اللي هي حتى في الملعب يعني نلقى شغال اللي هي فعلا الشكوك في هذا الإشي. فلذلك احنا بنطلب من البلدية حراسة يوم وليل في داخل مدارسنا، عشان هاي الظاهرة مقلقة في الوسط العربي، والإشي يعني عن جد بخوف. الظاهرة في المدارس لازم نعمل ترابط لجان الأباء كلها مع بعضها في أم الفحم خاصة وفي الوسط العربي عامة، لجان الأباء باتصال مع البلدية. أنا عارف الشرطة ما بتعملش إشي، بس نقول حتى ندخل إنه شرطة جماهيرية إنها تكون في اتصال مع البلدية، وعلى أساس إنه يتعاملوا. هاي ظاهرة خطيرة جدا، يعني بالكهوة محتمل يحطوا حبة، بالسندويج، بأي طريقة يصلوا للعقلية العربية، وإنه تتدمر عن طريق هاي الحبوب وهي الحشيش والسموم اللي فعلا بدها تودر شبابنا فلذات وأكبادنا. حقيقة احنا بنواجه خطر المخدرات منذ سنوات، واحنا رفعنا شعار مقاومة هذا الخطر، ووقفنا بالشارع واحتجينا، وكمان توجهنا الى البلدية والسلطات المحلية انها تاخذ دور قوي وتحمل الشرطة مسؤولية انتشار المخدرات، لأنه هذا وباء خطير بيسبب لمشاكل وصراعات في مجتمعنا، وإحنا بغنى عن هذا الموضوع. إحنا منطالب سلطاتنا المحلية تأخذ دور فعال في هذا الموضوع، ومنطالب الشرطة إنها تتحمل مسؤولية انتشار السلاح وانتشار المخدرات، لأنه هذا موجود في مجتمعنا وبشكل خطر علينا. فإحنا بنقول للشرطة كفى تخاذل وتجاهل لهذا الوضع الخطير اللي بنجابه في مجتمعنا. ليش احنا اليوم نعرفش شو بدنا نساوي في بلدنا؟ فاحنا كمان في ام الفحم 60,000 مواطن في هذا البلد، بينقصنا كثير من الاشياء، واحنا بنقول انه لشبابنا كمان، متوجه لشبابنا انه يبعدوا عن هذا الخطر، يبعدوا عن انتشار السلاح والمخدرات، لان هاي هي عدونا وعدوكم. فاحنا منا شبابنا يطلع ويفهم مجتمعنا. دور الاهالي انا بتوجه كمان مره اخرى، انه احنا بيوتنا كمان لازم تكون فيها عينين مفتحه، يعني لازم كل بيت يعرف شو اولاده بيساووا، شو ابنائه، شو بيصير في البيت ومن حوله. فاحنا بنناشد المجتمع واهالينا في كل بلد، وخاصه في بلدنا ام الفحم، انه اهالينا في هذه البيوت ينتبهوا لابنائهم وتكون تربية صالحة. كمان للمدارس نتوجه لمدراء المدارس وإخواننا ومربينا إنه يعالجوا كل قضية في وقتها، ما يعطوا المجال لأنه تتسيب الأمور وتوصل لدرجة
عدم السيطرة. أنا بقول ما بحملهم مش مسؤولية، بس أنا بناشدهم إنه يعملوا كل ما يستطيعوا لإيقاف هذا الانتشار أو هذا الخطر، لأن أولادنا هم أولادهم. فأنا بقول بناشدهم إنه هم يقوموا في دور الأب ودور الأخ ودور المربي، حتى نخلق مجتمع صالح ومجتمع نافع لبلدنا ولمجتمعنا. أنا كل ثقة إنه إحنا نستطيع إن نقاوم ونوضع حد لهذا ظاهرة المخدرات وانتشار السموم في المجتمع العربي. طبعا هاي لها خلفيات كثيرة. أولا الخلفية الأساسية هي خلفية المجتمع الفقير، وإحنا عادة بنعرف إنه وين في مجتمعات فقيرة أكثر بتتفشى فيها هاي الآفة اللي هي السموم وما إلى ذلك. ولكن هنا أيضا بأضف إلى أنه المجتمع العربي هو مجتمع فقير، هو أيضا مجتمع مطارد من السلطة، وهناك سياسة من هذه السلطة التي لا تريد أن تعالج هذا الموضوع بالشكل الصحيح، وهي بشكل من الأشكال يعني تغض النظر عن تفشي هذه المخدرات في الوسط العربي ولا تعطي لذلك أهمية كبيرة في علاجها لهذا الموضوع. فلهذا السبب يعني نحن مستهدفين سياسيا ومقهورين اجتماعيا واقتصاديا، ولهذا السبب تلقى إمكانية انتشار مثل هذه الآفة في مجتمعنا. الشيء اللي أنا حكيتها مظبوط هي الظروف الخارجية، ولكن الظرف الأساسي والمسؤولية الأساسية هي تقع على عاتق البيت والأسرة الداخلية. يعني كيف يربي الأب والأم الابن وبأي توجه يوجهونه ممكن أن تسيطر على مثل هذا الموضوع، وليس بالسهولة أن يسيطر عليه الشارع أو من يتعامل في مثل ذلك إذا كانت تربيته حصينة وقوية من قبل. لهذا السبب مهم جدا، وهذه هي المسؤولية الأولى على الأهل والأسرة في كيفية مناعة هذول الشباب وتربيتهم بالشكل الصحيح لكي لا ينحدروا لمثل هذه التوجهات ومثل هذا الانحدار الاجتماعي والخلقي وبالأخير الصحي أيضا. قلنا الأسرة هي الأولى، المدارس هي الثانية. ممكن في مجتمعنا كمجتمع محافظ والكثير منا يعني ينتمون لدين معين ويجتمعون، فهناك أيضا مسؤولية في المساجد وأيضا على الحركات السياسية. إذا كان عندنا حركات سياسية فاعلة فالمفروض أنه على قليل الحركات السياسية اللي هي توعي هذول الشباب، لكن للأسف اليوم موضوع الحركات السياسية أصبح بانحصار، يعني لا يوجد هناك تيارات وشبيبة بالشكل الصحيح كما كان في السابق، وهذا خطأ جسيم إلنا كمجتمع وليس فقط للأحزاب التي هي أيضا ممكن أن تعالج مثل هذه. ورأينا حتى في السابق أن من كان ينخرط في صفوف شبيبة لأحزاب معينة، ولا أريد ذكر يعني عادة الأحزاب الناشطة في المجتمع العربي، لم يكن من بين هؤلاء الناشطين في هذه الأحزاب من يتورط في موضوع السموم والتطرف إلى السموم التي تأتي بعدها الجريمة وما إلى ذلك. لا شك بأن هذه الظاهرة يعني تناولها العديد من الشخصيات، من الشخصيات التربوية والسياسية. مؤسف جدا أن هذه الظاهرة تزداد من يوم إلى يوم، من وقت إلى آخر. ولدي شعار أريد أن أوصله إلى الأهالي: مخ الإنسان لا يوجد قطع غيار. إذا بدأنا من هنا بأن للمخ لا يوجد قطع غيار، فيجب أن نبحث عن الحلول كيف يمكن تدارك هذا الخراب والدمار الذي يمكن أن يسبب تلف للمخ. فالضغوطات النفسية والتي تصيب الطلاب في جيل المبكر، جيل المراهقة،
نظريه السوشيال ليرنينج اللي هي التعلم، يعني المحاكاه، الطالب يحاكي الاخر، يكلد الاخر، ودون علم بان هذا يبدا بالدخان، نبدا بالتعاطي بالتدخين، وبعد ذلك بالادمان على المخدرات، وبالنهايه يسبب يصل بالشاب او بالتلميذ الطالب الى الموت. هذه الظاهره مكلفه جدا. لا، أنا أقول بأن هناك دائرة واسعة يجب أن تعالج الموضوع، نبدأ بالعائلة، العائلة يجب أن تنتبه لابنها أين يذهب، لماذا يتأخر، ننظر إلى شكله، أحيانا يكون منطوي عن نفسه، أحيانا يتهرب من البيت، أحيانا يبتعد عن الأصدقاء. والدائرة الأخرى اللي هي دائرة المدرسة، المدرسة لديها دور كبير جدا في إعداد الطالب ومساعدته وتنبيهه وإرشاده للمخدرات. يجب أن يعرف الطالب بأن المخدر هو ضرر كبير يصيبه، ممكن أن يؤدي به إلى الموت. هناك دور كبير للمستشارين التربويين في المدارس، دور كبير للأخصائيين النفسيين والعاملين الاجتماعيين. يجب أن يدار نقاش في المدارس عن طريق فعاليات على مدار السنة، وأكرر على مدار السنة. مؤسف جدا أن مدارسنا، وما بدي يزعلوا مني المدراء أو المستشارين التربويين، هناك تقصير واسع كبير من المستشارين، وأتمنى أكون أني أنا مخطئ في هذه الظاهرة أنه يكون ما في تقصير. هناك تقصير يجب أن يقوم بكل مستشار تربوي في مدرسته أن يعد خطة ثمانية اللقاءات أن تمرر إلى الطلاب من صف السابع إلى صف التاسع، وأيضا في المرحلة الثانوية، حتى يمكن أن ننقذ هؤلاء الشباب من هذه الظاهرة. وبعد ذلك يأتي دور المجتمع، يأتي دور أئمة المساجد، الكنائس، يجب أن يعمل الجميع على توعية الشباب من هذه الظاهرة وإعطاء حلول طبعا. والدائرة الأخرى الكبيرة اللي هي دائرة رجال السياسة والمؤسسات الحكومية، والدائرة الأكبر وتمرير القانون الذي يمنع تعاطي المخدرات ويمنع وجود دكاكين في الشوارع لبيع المخدرات. على الشرطة دور كبير في المساعدة لعدم انتشار هذه الظاهرة.